خلينا ننادي محمد، حبه يجي يقعد معنا. وليش لا يقعد معنا؟ ولاد فيام ما بدي اياك تتعاطى معهم بنوب، وبدي منك تلتهي بدرسه، مفهوم ابني؟ بس محمد اخي الصغير، وبابا طلب اني دير بالي عليه. سلطانة تأمريني بشي؟ ست فريال اليوم بدها تروح على قصر السلطانة خديجة. شوفي لي وين حاطة المسبحة الخضراء مشان تاخدها وتوصلها للسلطانة. رح ساوي اللي طلبتي مني سلطانة. مولاتي، كاتب شيخ الإسلام بالمكتوب ما بيجوز بالشرع والدين الإسلامي إنه وحدة جارية تساوي هيك شي بالكعبة الشريفة. خدي لها يا لهويام وقري لها المكتوب مشان تعرف ليش مرفوض طلبها وتحسب قيمتها على المزبوط. أمرك يا مولاتي. سلطانة خديجة يسعد صباحك. وئام، شو صار؟ شفته ليعقوب أفندي؟ أمتى رح يجي لشوفه؟ رحت لعنده اليوم الصبح يا مولاتي السلطانة، بس ما لقيته بالبيت، وبعدين سمعت من جيرانه بالحارة إنهن لقوه مقتول. لقوه مقتول؟ ليش؟ مو معروف ليش قتلوه، قال ضربينه أكتر من سكينة ببطنه وقاطعين له لسانه كمان. الله أعلم ليش هيك مساوين فيه. سلطانة درخانهم؟ السلطانة الأم بعتك مو هيك؟ شيخ الإسلام ابن كمال أفندي بعت لك جواب الرسالة اللي سألتي فيه عن رغبتك بتعمير حمامات بالكعبة. بهالسرعة؟ طيب فيكي تقري لي المكتوب؟ كاتب لك شيخ الإسلام بالرسالة لأنه حضرتك بالأساس جارية، فطلبك هاد لا يمكن قبوله بالمرة. وليش بقى؟ لأنه ممنوع بالشرع للجواري والعبيد إنهم يعملوا هيك شي بالكعبة. طلبك مرفوض. وطبعاً السلطانة الأم كانت بتعرف شو حيكون الرد، مشان هيك وافقت وخلتني اكتب الرسالة. درخانو، بعد إذنك هالموضوع ممكن نلاقي له حل؟ الحل الوحيد لهالموضوع هو انك تصيري مرة حرة. صير مرة حرة؟ لازم يعتقوك يا سلطانة. وقتها بتكوني مرة حرة وساعتها بحق لك تساوي كل شيء. مين اللي لازم يعتقني؟ السلطانة الأم؟ ما حدا بيحسن ياخد هالقرار إلا جلالة السلطان، هو اللي بيقدر يحررك. ست فريال، شو جابك لهون يا كوثر؟ شو بدك مني كمان؟ قالوا لي انه رح ننحرم من شوفتك الفترة الجاية. وانتي شو خصك؟ ايه معك حق.
سلطانة بدها اياكي تاخدي هي للسلطانة خديجة. وشو هي؟ هاي المسبحة بيقولوا بتريح اللي بيسبح فيها. ايه حطيها عندك ودغري طلعي لبرا، روحي من خلقتي. يلا حبيبي صار وقت الدرس، انت صار لازم تروح. هلأ مو وقت الدراسة، لازم انا اطلع مع ابراهيم باشا وبابا على الحرب اللي طلعوها. بدك تطول بالك، بكرة بس تكبر واثقة انك رح تهز العالم من الشرق للغرب بسيفك، واسمك رح ينكتب بالتاريخ. سلطانة، تتذكري هداك الدفتر اللي ضيعنا؟ طبعاً. فريال كانت مخبيته بغرفتها، أخدته بدون علمها. بغرفة فريال لكان، كنت متأكدة إنه موجود عندها. شلون بدنا نترجمه؟ مولاتي؟ شو هاد يلي بإيدك؟ مولاتي دفتر يوميات مكتوب باللغة الروسية، هو على الأغلب لهيام، وأكيد كاتبة فيه يومياتها وأسرارها كلها. عرفتي شو جواته؟ ولا ما بعرف شو جواته، بس جلالتك بتعرفي لغة روسية مزبوط؟ شوفي بنفسك. السلطانة الأم أخذت لي كل شي بحبه، نيلوفر وحصاني اللي بحبه عشق، وهلأ ما عم بتخليني ساوي أعمال خيرية مثلهم. بس أمك رح تغير هالنظام بوقت قريب. سلطانة هيام، شوفي شو اللي جابك لعندي؟ السلطانة الأم طلبت مني إجي ونادي لك لتروحي لعندها. والله جد؟ وما قالت لك شو بدها مني؟ لا لا والله. شو بدها مني يا ترى؟ بعد ما تمسخرت علي. أسماء؟ لا تتركي مريم لحالة. يا الله دخيلة، وين راح الدفتر؟ مولاتي قال طالبتيني. قربي. حابة تشرحي لي ليش ما بيحق لي ساوي أعمال خيرية؟ طالما كنتي بتعرفي، ليش خلتيني ابعت مكتوب للشيخ؟ مشان تتمسخري علي ولا مشان تذكريني اني جارية؟ الموضوع اهم من هيك. شو قصة هاد؟ مو
مولاتي خليني اشرح لك. خرسي، شو بدك تشرحي بهالمصيبة الكبيرة؟ انت انتهيتي يا هيام، حياتك ومستقبلك كله صار بين ايدي. بدي تعطيني مجال لاشرح لك. انا ما كنت. لا تقولي ولا كلمة. هس، كنت متوقعة منك تساوي اي شيء، بس ما توقعت انك تعملي هيك. انت خنتيه لابني وبقصره كمان؟ نهائيا. بدي اياكي تسمعيني كتير منيح، اذا هالدفتر وصل لايد ابن السلطان رح تكون مصيبة كبيرة، وقتها ما بتعرفي شو رح يكون مصيرك. ومشان ما يصير لك شيء رح اعطيكي فرصة واحدة، فكري فيها يا هيام. طبعا اذا انت حابة تنقذي حياتك لازم تروحي من هون، بدك تختفي وما لازم حدا يعرف لوين حتروحي. أنا ما إلي مكان تاني. مو مشكلتي، لازم تروحي. بس إذا ما بتروحي يا هيام وقتها أنت وكل ولادك رح تنقتلوا. خيار إليك. مولاتي خليني اشرح لك الموضوع، والله العظيم انا وحده مظلومه، هالحكي كله كذب. قريت كل سطر بهالدفتر هيام، مكتوب كل شيء عن علاقتكم، بتعرفي شو هاد؟ هاي خيانه. لا ابدا، وحياه عمر ولادي الاربعه مولاتي ما صار شيء، انا ما خنته لمولاي السلطان بحياتي كلها ما خنته. شو المكتوب هاد لكان؟ ليو، أنا ويا ربيانين سوا وقت المغول هجموا على ضيعتنا، قتلوا لي كل عيلتي وخطفوني وما عرفت عنه شي أبدا، فكرتهم قتلوه وهو فكرني متت، وبعد كل هالوقت رجعنا التقينا لأنه ليو صار رسام بالقصر. تفاجأت كتير وقت شفته، ما توقعت شوفه، طلبت منه إنه يروح فورا، حتى إني عطيته ذهب. مولاتي صدقيني كان بدي يروح من هون، أقسم بالله العظيم ما في إلا عشق واحد ساكن قلبي وعقلي، هو عشق مولاي السلطان سليمان وبس. عشقك كله كذب يا هيام. لا أبدا ما له كذب، إذا حضرتك مو مصدقتيني سأليها للست فريال، هي شاهدة على هالشي من البداية. هاي المسبحة بيقولوا بتريح اللي بيسرقوا فيها، حطيها على الطاولة وانقلعي لبرا. كوثر، عم تقولي فريال؟ مين بده يصدق وحدة مثلها؟ هون مكتوب كل يلي صار بيناتكم هيام. مو بس الست فريال بتعرف، إبراهيم باشا كمان بيعرف. إبراهيم؟ إيه، هو كمان بيعرف بموضوع ليو، بس حاول إنه يستخدمه ورقة ضدي، على طول كان عم يهددني إنه بده يفضحني، مع إنه بيعرف شو صار بالضبط. عايشني برعب ونزع علي حياتي، وبتعرفي شو عمل كمان يا مولاتي؟ راح سممه لليو المسكين وقتله، وأجبرني إنه أنا أعمل هذا الشيء. إبراهيم باشا كان بده يحملني الذنب بس لحتى أتعذب. حاجة
بدك بقى روحي. لو كان صحيح انه في علاقه بيني وبين ليو، ما كان راح ابراهيم باشا لعند مولاي وفضحني قدامه. اسكتي، اطلعي اطلعي برا. بس ما راح لعنده لانه هو بيعرف انه انا مظلومه يا مولاتي. عم اقول لك اطلعي روحي من وجهي. مولاتي شو بك؟ مولاتي بعتوا ورا الحكيمة فورا. سلطانة شو صار لمولاتي؟ درة خانم، ما شفتها إلا فجأة هيك وقعت. انتي اللي أخدتي مو هيك؟ عن شو عم تحكي؟ شو اللي أخدته؟ انتي فهماني علي كوثر، رجعوا لي فوراً الدفتر. أنا ما بعرف شي عن هالدفتر بنوب، شيلي إيدك عني، عندي شغل. لا تكذبي علي وقولي وين مخبيتي، وإلا ما بتعرفي شو رح يصير لك. شو القصة كوثر؟ كانت عم تسألني عن هداك الدفتر اللي سرقته منك سلطانة. فريال أنت عم تدوري عليه؟ على أساس ما كان معك، وعلى أساس كمان مو أنت أخدتي، ولا كنتي عم تكذبي علي يا فريال؟ سلطانة أنا بعدين رجعت لقيته للدفتر. صدقت، أنا كتير بوثق بحكيك. الدفتر اللي عم تدور عليه ماله عندي، أعطيته للسلطانة الأم. يا بنات تعوا بسرعة، سلطانة الأم وقعت على الأرض وما بعرف شو صار لها. أنت شو عم تقولي؟ والله ما بعرف، الله يعافيها ويكون بعونها. يلا بسرعة، سلطانة الأم رح تروح من بين إيدينا. فوتي، أنا رح أحملها وحطها على التخت. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحميك ويحرسك يا رب، الله يحفظك. بسم الله عليك. يلا معناتها عرفتي شو جواته؟ يلا احكي لي، شو كان مكتوب بالدفتر؟ ما قريته حتى أعرف سلطانة، والله العظيم. لساتك عم بتخبي قصص هيام؟ بس كل شيء هلأ تغير، كانت منيحة كتير. ما حدا رح يقدر يحميها لسلطانتك. شو هالأصوات كوثر؟ شو عم بصير؟ شو في يا بنات؟ ليش هيك عم ترقوا؟ عم بيقولوا السلطانة الأم مدري شو صار لها. شو عم تعملي؟ هاتي تركيه من ايدي. بس السلطانة الأم تقوم بالسلامة، تعالي لعندها واطلبيه منها. عم قلك تركيه درة،
هاتي لشوف. سد الدراب؟ خير شو اللي عم يصير؟ ما تخلك، روح شوف شغلك، اطلعوا لبرا. بعده هيك كمان. وينو يا أمو الست فريال؟ ولا مرة كنت بحاجتهم إلا واختفوا ما عاد لقيتهم. ييه. عفوا سلطانة، الحكيمة هلأ عند مولاتي بلا ما تدخلوا لعندها. شو صار له؟ والله ما بعرف، آخر شي هي كانت مع السلطانة هيام. بس أنت شو عملتي لها يا هيام؟ شو قلتي لها حتى وقعت هيك؟ أنا ما عملت لها أي شي، ما شفتها إلا وقعت، ولا كل شي بيصير هون لازم كون أنا السبب فيه. حاجة تلفي وتدوري، أكيد عملتي لها شي شغلة. كنتوا عم تحكوا عن الدفتر مو هيك؟ شو بتقصدي؟ ما فهمت. الدفتر يلي انت وفريال خبيتوه؟